فنطلع لو احنا عندي تو فريمز اوف ريفرنس. تذكروا احد الاشياء اللي حكيناها المره الماضيه، انا في عندي فريم اوف ريفرنس راح يكون موجود على قاعده الروبوت. لو فرضنا هون يعني في عندي نقطه راح تكون هاي، راح اعتبرها الاصلي لفريم ريفرنس الاصلي، وراح ارمز له ايه ان كيرلي براكتس، هذا فريم اوف ريفرنس. وعندي في مكان معين بعد عدد من الجوينتس راح يكون في عندي فريم اوف ريفرنس ثاني راح يكون روتيتد بالنسبه لهذا، مختلف بالنسبه لهذا. فانا هدفي اطلع على الترانزليشن اللي بيصير بين الفريم اوف ريفرنس هذا والفريم اوف ريفرنس هذا، واطلع على الاورينتيشن تبعت هذا الفريم اوف ريفرنس بالنسبه لهذا الفريم اوف ريفرنس. اذا قدرت اطلع الاورينتيشن، وهذا مثلا راح نرمز له احنا بالرمز بي. واحنا قلنا ان الفريم اوف ريفرنس انا راح اعطيه، راح ارمز للفريم اوف ريفرنس ب اورثونورمال ماتريكس، اورثو نورمال ماتريكس. والاورثو نورمال ماتريكس هاي الثري فيكتورز اللي فيها، الثري كولوم فيكتورز اللي موجودين فيها هم اوف يونت لينك. فهاي راح نرمز لها فرضا اذا استعملنا هذا اعتبرناه اكس سب اي، متذكرين السبسكريبت تريلينج سبسكريبت برمز لشيء معين بالحرف. اوكي راح نسميها هلا اكس اي، هو بدنا نرجع احنا كنا للفريم اوف ريفرنس المفروض نحطه تريلينج، لو بدي احطه بهذا الشكل راح احطه هلا اكس اي. وعندي هون واي اي، وهون عندي زد، وهون راح يكون في عندي يونت فيكتور، فيكتور اوف يونت لينث واحد طوله واحد، وهذا راح يكون طوله واحد، وهذا راح يكون طوله واحد. واذا طلعت هذا الفريم اوف ريفرنس هلا بوضعه الحالي بالنسبه لنفسه، ممكن ارمز له بالرمز او احط له الماتريكس هاي اللي هي 1 0 0 0 1 0 0 0 1. يعني عمالي بقول انه هذا الفريم اوف ريفرنس بالنسبه لنفسه اتس ستريت فورورد اورثو نورمال، هذول ثلاث فيكتورز نورمال لايتش اذر واضح، وهذا طوله واحد، هذا طوله واحد، هذا طوله واحد. هلا اجيت اطلعت على هذا الفريم اوف ريفرنس راح نقول نفس الشيء، انه هذا بالنسبه لنفسه بي، خليني افترض انه هذه بلاش تكون موازيه تماما، خليها هذه هون اكس نسميها اكس بي واي بي وزد بي، وراح افترض انه هذا روتيتد، مش بس روتيتد حوالين الاكس اكسس او الواي او الواي او الزد، جنرال روتيشن من هون. هلا هذا بالنسبه لنفسه الفريم بالنسبه لنفسه راح يكون نفس الشيء 1 0 0 0 1 0 0 1. لكن الان انا بدي اللي بدي اطلعه، بدي اطلع هذا الفريم اوف ريفرنس، لو اطلعت عليه هون راح يتحركوا هذول الفيكتورز مزبوط، راح يكونوا موضع الاورينتيشن. بحكيش انا عن ترانزليشن، ترانزليشن شيء ثاني، بدي اطلع هذا بالنسبه لهذا. فبدي الاقي ماتريكس، بدي الاقي الماتريكس الجديده تبعت هذا اللي بتحول لي من اورينتيشن موجوده هون لاورينتيشن موجوده هون. هذا احد اهدافنا، هلا راح نشوفه بشكل اوضح من هون. استعمالنا راح يكون بشكل رئيسي راح نعتمد على الاورثو نورمال ماتريكس، راح نسميهم روتيشن ماتريكس. هلا نطلع على الروتيشن الاساسيه، راح اركز الان بس ان تو بلينز، in one plane عفوا in two dimensions. نستعمل بعض الوان، رح نستعمل two frames of reference هون، خلينا نستعمل frame of reference رح نسميه كمان ايه الزد، يعني انا رح اعمل الزد هلا رح نعمل الزد، نعتبر الزد ما فيش فيه تغيير ولا في اي شيء. فلو اخذنا الفريم اوف ريفرنس ايه، وهذا رح اسميه ايه، وعندي ريفرنس ثاني والتنين هدول اورثو نورمال، هذا هون بي. وعندي هلا السؤال اللي باجي بساله، بقول عندي انا نقطة بين النقطة هاي، خليني احطها بالاسود، عندي نقطة هاي. هلا السؤال اللي بنساله بنقول هاي النقطة، النقطة اللي هي بعرفش ايش نسميها بي مثلا، احداثياتها بالنسبة للفريم اوف ريفرنس بي معروفة. وين احداثياتها بالنسبة لبي؟ هي الاكس بي وهي الواي بي، مظبوط؟ نيجي بنسأل السؤال، إذا أنا عرفت الزاوية ما بين الريفرنس بي، هون زاوية واحدة لأني عمالي بشتغل في تو بلين، في وان بلين، في تو دايمنشنز. إذا أنا عارف الزاوية الروتيشن، الزاوية اللي ما بين التنين هذول راح نسميها ثيتا. ثيتا هي الزاوية اللي ما بين التنين هذول، هل بقدر أطلع الإحداثيات تبعت هاي النقطة بالنسبة لإيه؟ لا. أوكي؟ لا.
النقطة هاي أنا راح أرمز لها كفكتور، هي بتقدر تسميها هذا بقدر أسميها فكتور، ما بتأثر شيء. هاي عندي هون هذه كأنه هذا فكتور بي وله إحداثيات، فبي إحداثياته خلينا أرسم أستعمل اللون الصحيح، فنستعمل بالأزرق هون، هاي راح نسميها إكس بي اللي هي هاي، وهاي راح نسميها واي بي، وبعدين راح ننزل من هون خط هذا راح يكون عندي واي اي وهذا عندي هون اكس اي. واضح السؤال قبل ما نلاقي جواب؟ واضح السؤال عمالي بقول انا بدي ارجع الفكتور هذا اللي انا عارف مكانه هون، بدي ارجع هذا الفكتور واشوف ايش احداثياته في اكس اي. راح نشتغل على البيسك جيومتري او بروجكشن. هلا كاني بقول انه هذا الفكتور بقدر احلله لايش؟ بقدر احلل هذا الفكتور لاكس بي واجمع له فكتور واي بي وراح يعطيني بي، مزبوط؟ وهذا الفكتور نفسه ممكن احلله لاكس اي واكس اي واي اي واجمع التو فيكتورز هذول فيكتوري ويعطونا نفس الفكتور، مزبوط؟ هلا التحويل احد اسهل طرق التحليل، اني احلل هذا الفكتور، مش هذا الفكتور زائد هذا الفكتور بعطيني بي، فانا بقدر الان احلل هذا الفكتور لمكوناته، في له مكون في اتجاه اكس اي وفي له مكون ثاني باتجاه اكس بي، مزبوط؟ وهذا الفكتور نفس الشيء بحلله بالنسبه لاي، فراح يكون له مكون في اكس في واي اي راح يكون مكون ثاني في اكس اي، بس لاحظوا هذا هون نيجاتيف هذا راح ينطرح من هذا اللي هناك، فبصير عندنا اذا مشينا في الهاي ممكن تمشي بهاي المثلثات كمان اذا بدك، الطريقتين صحيحه. انا بدي اطلع اكس اي فبقول انه اكس اي بدها تساوي راح ناخذ هلا من هون اكس اي راح تيجي عباره عن بدي اخذ هذا الفكتور واحلله فراح تكون اكس بي مضروب في اي زاويه كوساين ثيتا كوساين ثيتا زائد راح ناخذ الان واي بي، بس هلا هذه عندي ناقص واضح مبينه هون انها ناقص، فراح تكون هذه الاشاره من هون ناقص وراح تكون واي بي في ساين ثيتا، هي كوساين 90 ماينس ثيتا مش هيك؟ كوساين 90 ماينس ثيتا بتعطيني، فهي صارت عندي هاي المعادله الاولى. المعادله الثانيه راح تكون واي اي، هلا هذا الطول اللي موجود هون هذا الطول وعبارة عن المحصلة تبعت هاي بهذا الاتجاه زائد المحصلة، هذول جمع التنتين لأن هاي بوزيتيف في هاي الحالة وهاي بوزيتيف من هون، فراح تكون اكس بي في ايش؟ ساين في ساين ثيتا زائد واي بي كوساين ثيتا. هلا طبعا الماتريسيز بتسمح لي اني احط هذا ان فيري كومباكت فورم مش هيك؟ فبامكاني الان راح احكي عن كل واحد من هذول انه فيكتور، فراح احط اكس اي واي اي بدها تساوي في ترانسفورميشن الان راح تصير او روتيشن على فيكتور ثاني مش هيك؟ الفيكتور الثاني اللي هو اكس بي واي بي. هلا اذا بنطلع عندي اكس اي شو بتساوي؟ بتساوي هدول التو بارامترز مضروبين في هدول، مضبوط؟ اذا هدول راح يكونوا كوساين ثيتا ناقص ماينس ساين ثيتا، وهدول التو بارامترز مضروبين في هدول التو بارامترز اللي هي ساين ثيتا كوساين ثيتا. راح نسمي هذه ار، كيف بدي احول بي بالنسبه ل اي، وهذه راح اسميها راح اسميها بي وذ ريسبكت تو بي، وهي راح اسميها بي وذ ريسبكت تو اي، وهذا ضرب ماتريسيز يعني احنا عمالنا بنقول انه انا عندي بدي اطلع انا الفيكتور هذا بالنسبة لـ A على أساس الفكتور هذا اللي هو بالنسبة لـ B، حتى أحول من واحد للثاني في عندي روتيشن ماتريكس فأي فكتور موجود في B طبعاً هون 2 دايمنشنال راح أعمل عليه. هلا هذا طبعاً راح يكون أحوله لـ A بالنسبة لـ B، إذا بدك عشان ما تنساها من ناحية النوتيشن أنا عارف إنها مش علمية كثير، فكر بالـ B كأنها بتبغي الـ B اللي تحت وتضل الـ A هي الـ A كأنها هي مش هيك مش عارف مش شيء علمي بس هذا عشان تتذكرها. إذا هاي صارت عندي، إذا إحنا كأننا عمالنا بنقول عم نعمل operation we are operating عم نشتغل على P حتى نطلع P بالنسبة لـ A، هاي اللي بتعمل transformation بتحول الإحداثيات تبعت P بالنسبة لـ A، وبإمكاني طبعا أعمل طبعا إحنا هون أهملنا الزد، لكن الزد لو بدي أرسمه طالع ولا داخل من الصفحة لازم يكون
طالب ايه هي اكس ايه هي اكس يكون زد طالب الصفحه. بس لاحظ انه زد ما تحرك، تحرك هذا البلين كله هيك وما تحرك. فايه ذاتيات الزد هل راح تتغير؟ اذا انا بقدر الان اعمل اكسبانشن لهاي، بقدر اعمل اكسبانشن لهاي واقول هاي اللي هي هون، بقدر الان اقول انه اكس اي واي اي زد اي، هذول راح احطهم نفسهم عندي كوساين ثيتا ماينس ساين ثيتا، بعدين عندي 0 0 1 0 0 ساين كوساين ثيتا اكس بي. فصار عندي هون كاني عمالي بقول انه زد ايه شو بيساوي؟ بيساوي زد بي. زد هذه بدها تنضرب في هاي. نعم كيف تطلع تغيرت؟ يعني لو طلعنا عليها في الذكرى صار اول، لا هاي هون تغيرت، بس انا هاي الحاله ما حركتها، مش بتعرف شو عملت؟ ايوه هاي حاله خاصه، هذه حاله خاصه، الحاله العامه رح تتغير، هذول رح يبطلوا 0 و 1 رح تتغير هاي، بس انا بقول هاي لو بدي بس اعمل اكستنشن واخليها، يعني انا كاني ايش عملت؟ خلينا نحاول ناخذ هذول نفس ما مضبوطوا وش معنى من هذول، ناخذ هذا السيستم هيك، كانه اخذنا هذا السيستم، لو فكرت الزد اللي جاي عليك هذا اللي هون الاحمر كأنه كل اللي عملناه احنا عملنا هيك او عملنا هيك ما غيرنا الحاله ضلت نفسها. هلا الحاله العامه رح يصير فيها تغير. هلا اذا بدنا نفكر بالحاله العامه العامه، مين سالني مره عن الاويلر؟ الاويلر اويلر مثلا اجت قلت لها انا ممكن افكر فيها انها روتيشن حول 3 زوايا الحاله العامه العامه، بلف مره حوالين الاكس، لو فرضت مثلا هذا الاكس، هذا لازم يكون الاكس لانه هي اكس واي اللي بتعطيني الزد، فبلف حوالين الاكس زاويه بس بعدين بلف حوالين الوضع الاصلي للواي والوضع الاصلي للزد مش الوضع الجديد. اوكي اذا بدكم تفكروا فيها هذول الفا وجاما الفا وبيتا وجاما، بس احنا هلا راح نركز بشكل رئيسي في معظم الكورس راح نركز على الترانسفورميشن او الروتيشن ماتريكس اللي هي بالثري دايمنشنز.